المؤتمر السنة هاي نعقده للمرة الثانية. المرة الأولى كان القدس 50 عاما على الاحتلال، والمرة هاي فكرنا أنه نحكي بعد وصف الواقع شو ممكن يكون القدس والمستقبل، شو المستقبل، نعطي بارقة أمل للشباب المقدسيين وللمجتمع المقدسي شو ممكن نعمل مع بعض لمواجهة الهجمة الصهيونية والتهويد اللي عم بيحصل في القدس. عشان هيك جامعة القدس عندها عدة مراكز بتعمل تشتغل على الوضع القانوني، على الوضع الاجتماعي، ومؤخرا كمان صارت تشتغل على الوضع الاقتصادي. وهذا المؤتمر إن شاء الله يطلع لنا بتوصيات واضحة ومحددة شو لازم نعمل إحنا مع بعض كمؤسسات عاملة في القدس عشان نقدر نساعد هذا المجتمع ليقدر إجابها والإشي ويصمد، وكمان يقدر يعيش عيشة طليق بالمقدسية. نمشي في هاي الورشات باتجاه إنه نترجمها إلى مشاريع وإلى تداخلات ممكن الجامعة تنفذها وممكن مؤسسات تانية بالتعاون معها تنفذها مشان تخدم شعبنا في القدس. وهذا المؤتمر كغير من المؤتمرات في هذه الكلية يبحث في قضايا ومحاور هامة جدا لهذا الشباب ولدوره في القدس خلال السنوات القادمة، دوره ليس فقط أكاديمي وثقافي ولكن أيضا إنتاجي وتنموي لتعزيز صموده وتعزيز الهوية المقدسية في هذه البلد. في هذا المؤتمر تقدم مجموعة من الأوراق حول التهجير القسري وحول الأمور الثقافية واليونسكو ومواضيع أخرى كثيرة. هناك بعض الأبحاث التاريخية التي شاهدناها في الجلسة الأولى، هناك أبحاث أخرى. الواقع أن كل المواضيع تصب ليس فقط في المستقبل، هو تشخيص الماضي، تحليل الحاضر، لا الاستفادة منهما لتحسس المستقبل. هذا مؤتمر احنا بلورناه باتجاه القدس والمستقبل هالمرة مشان ندرس شو احنا محتاجين نعمل كمؤسسات فلسطينية وكمجتمع مقدسي في 20 سنة الجايين مشان نعزز وجودنا في القدس ونعزز ازدهار مجتمعنا في القدس. هذا الهدف بقلم عريض.